هذا رمز لاسيليكسيون. هنا من كثير من الاسطر راح نخرج لبعض الاسطر اللي تحقق الشرط في العمليات التجميعيه لينيو باش نضم معلومات الى بعضها البعض. انا عندي معلومات من مصدر وراح نضم لها معلومات من مصدر اخر، دونك هنا لينيو. الشرط تاع لينيو انه لازم يكونوا لي دو رولاسيون اللي راح نجمعهم نفس الشيمه، يعني نفس الاستركتير. قال فيه رقم التسجيل اسم لقب معدل، والاخرى اللي راح نجمعها معها ايضا رقم التسجيل اسم لقب معدل. ما يصلحش انه تجمع رقم التسجيل اسم لقب معدل مع تاريخ الميلاد. هنا ما راحش دير لينيو، ما راحش راك في لاجوانتيير عمليه اخرى. نشوف مثلا هذا رولاسيون ABC، دونك هذا نقدر ندير لهم لينيو بحيث نضم الاسطر نتاع اس الاسطر نتاع الجدول ار. هذا رمز لينيو. الديفيرونس الطرح، القيم اللي موجوده في اس مش موجوده في ار. الانترسيكسيون تقاطع المعلومات اللي تنتمي الى جدولين او لدو رولاسيون. رمز التقاطع برودوي كارتيزيان. هنا راح ندير كومبينيزيون، راح نضم جداول بعضهم البعض. من اشهر لي برودوي كارتيزيان اللي كاينين ليكي جوانتير. عندي جدول نقولو لو ديبارتمون من بين اللي يسموها فيل المدينة، وعندي جدول نتاع لي زومبلوي. نطرح سؤال نقول من هم العمال الذين يعملون في مدينة ويرغلم؟ دونك في جدول العمال عندي فقط ديبارتمون، الإشارة ديبارتمون اللي يخدم فيها. باش نجاوب على السؤال هذا لازم نزيد نشوف جدول تاع ديبارتمون هذيك. فغالبا غير ديبارتمون اللي راه في مدينة وردة. دونك هنا راه ندير جوانتير، راح نضم دو طابل بعض من بعض، واللي راح يكون الرابط بيناتهم هو رقم ديبارتمون. دونك راح ندير فيلتر على ديبارتمون نتاع ورقلة، ومن بعد نتصل فقط على المعلومات اللي يساوي فيها رقم ديبارتمون ها الأرقام اللي تخصهم هذه الوردة. دونك هنا راح ندير ضم دو طابل. وهذه عملية مهمة أيضا في تجميع المعلومات. دونك أهم العمليات اليوم هي لا بروجيكسيون و سيليكسيون مع ليكي جوانتير. وهذا رمز ليكي جوانتير. ولا مثال كنت تتكلم عليه امبلوي نيميرو دومبلوي نو سالير امبلوا اي ديبارتمون. ديبارتمون عندي نيميرو ديبارتمون، نو ديبارتمون ادريس إيه. هذه التيرميناسيون دي زومبلوي بازي على ورقلة. غانيون كيس دو 2000 هذا شرط آخر. هذا كي العملية اللي راح نقوموا بها، نديرو بروجيكسيون نيميرو دومبلوي نو فقط، نخرج الزوج هذو اسمو. قبلها نكون درت سيليكسيون صالير أكبر من 20000 من دومبلوي، ندير لها جوانتير لا سيليكسيون وي لابيل تاعنا ورقة. هذه صياغة منهجية للطلبية، يعني باش نصير طلبية محددة. الإجابة عليها إذا كنا من خلال الرسومات، يعني نحكم الأمبلوي من جدول الأمبلوي نخرج فقط الأسطر اللي تحقق شرط أنه هذه سيليكسيون، الأسطر اللي تحقق الصالير أكبر من 20000 نجيبها هنا، ديبارتمون نخرج فقط ديبارتمون اللي راه طلبية ورقلة نجيبها هنا، ونضم بيناتهم من خلال شرط ديبارتمون إيكالا نيميرو ديبارتمون، يعني هذه اللي العامل المشترك بيناتهم اللي موجود في جدولين. ومن هذه النتيجة راح نختصر ندير بروجيكسيون للنيميرو دومبلوي إيلو. هذا الخلفية الرياضية هذه في الأسئلة راح نصيغوها بعبارة سيلكت فروم، كما قلت هي عبارة عن لغة إنجليزية. دونك الاسكيال
أسكيال هنا قلنا الميلة هو اللغة الواحدة اللي تسمح لي باستخراج المعلومات أو العمل على قاعدة المعطيات. Structured Query Language. دونك هذا الأسكيال فيه 3 بارتي. كاين الـ LDD لونجاج دو ديفينيسيون دو دوني، كاين الـ LMD لونجاج دو مانيبيلاسيون دو دوني، وكاين الـ LCD لونجاج دو كونترول دو دوني. يعني لغة الأسكيال هذه مقسمه الى 3 اجزاء. الجزء الاول نعرفوا به لي دوني، يجي تكري لا باز دوني تاعك، تكري لي طابلو، تحط الهراقي ولا منا، تستخدم الجانب هذا اللي هو ال LDD لونجاج دو ديفينيسيون. مانيبيلاسيون تعود تدخل معطيات، تحذف، تعدل، تقرا، هذا ما تستخدم لونجاج دو مانيبيلاسيون. كونترول دو دوني لما لادمينيستراتور يقوم ب عملية الجستيون ولا لو كونترول المراقبة، مثلا يمنح مستخدمين يمنح لهم إمكانية يقوموا بوظائف محددة ولا يمنع لهم بعض الوظائف، أنا أستخدم لونجاج دو كونترول. الـ LDD نروح مباشرة نشوفوا مثال. دونك كري إن تابل، أنت راك في الأسكيال وحاب تكري إن تابل، راح تستخدم create table. create table الانجليزية انشئ جدول، بالعربية نقول انشئ جدول. الاسم تاعه اسم تاع الاورغاسيون تاع الجدول، ومن بعد تفتح قوس وتبدا من دول لي زاتريبي، الاتريبي الاولى والنوع تاعها. اذا كان عندها شروط مثلا نوت اي، نوت اي معناته هذه القيمة ما لازمش تكون معدومة، هذا الاتريبي القيم تاعو ما يكونوش معدومين، بعد فاصلة وتكمل نفس تتكمل الزاتري بكامل، دائما فاصلة بينها وتقدر تزيد اونتر اكولادنا، معناته امكانية يكون ولا ما يكونش، كما نعطي هذه قدر تكون قدر ما تكونش، الزاتري بي قدر يكون عندك زاتري بي واحدة ولا العديد، تفصل بيناتهم فاصلة. وبرايمري كي تحدد زاتري بي اللي راهي تكبرها، كما مثلا رقم التسجيل تاع الطالب. والفوري كي اذا كان هناك ديزاتري بي يجيب قيم من جدول اخر، فورين كي فورين يعني لاتي البعيده، الاسم تاعو ريفيرنسز يعني لما نجيبوه من نجيبوه راح تذكر الطابل. دونك هذه لاركات اللي تسمح لي باش نكري ان طابل في الاسكيه. دونك عندها سنتاكس فقط المصطلحات في هذه اللغه الانجليزيه، يعني يكفي تدير فيزيكزومبل هكا تبدا تخدم سيبو، راح تقدر تستخدم اسكيال في انشاء لي طاب. مثال هذا الرولاسيون ارتيكل، يعني هذه ديزاين اللي درناه ها كيفاش نجسدو الطاب الارتيكل، نيميرو دارتيكل نيميريك 3 الدومين تاعو هو عبارة عن أرقام من ثلاث خانات. ودو كنت طابي ترميل ما يقبلهاش الـ SGBD، علاش؟ انت دوت في الدومين تاعي فيه 3 ونيميريك، لو كان طابي له كاركتر A ولا B ما راحش يقبل، علاش؟ لأنه قلت له نيميريك وزدت له نوت نيم. واش معناته نوت نيم؟ معناته نيميرو دارتيك لازم تديرو، ما تقدرش تخلي في بالك ديزينياسيون بار شهر يكومبينيزون من فاريابيليتي دو كاركتر 30، يعني يقدر يكتب حتى 30 في الاسم ولا با ديزينياسيون. Près d'achat décimal 6,2 près de vente décimal 6,2 primary key numéro d'article de la clé primaire. Donc, quand vous avez un système de SGBD ou le système de gestion de base non IRA, il y a un jeu. Un exemple autre, vous pouvez avoir un foreign key, par exemple, SN article. ستوك، وهذا كل لقب ستوك كل ارتيكل شحال رقم تيتي تاعو. دونك لي زارتيكل هنا النيميرو دارتيكل مين نجيبهم؟ نجيبهم لقب ارتيكل. دونك اسان ارتيكل ريفيرونس ارتيكل نيميرو دارتيكل، يعني ما يكونش عندي في ستوك دي ريفيرونس اللي ماهوش موجودين اصلا في لقب ارتيكل، لازم يكونوا موجودين. ألتر كيفاش
تتغير من العسكري كثير تعيين بعض الكريبات، ربما تزيد لها مثلا ولا تنقص ولا تستخدم التر. كيما هذه التر ستوك اد ايتاج، عندي دو ايتاج. دروب تيبل، دروب معناتو ديرها تحذفها على ديستريكسيون، ديتروي لا تابل هذيك، دونك راح تنزعها من الجداول نتاع لا باز دون. دونك تعرف بلي عبارة عن مصطلحات في اللغة الإنجليزية. هنا كيفية إضافة المعطيات، انسرت انتو، انسرت يعني تضيف ولا تزيد، انسرت انتو ان انتو يعني في لا طابل ارتيكل، وفاليوز هي القيم والدخل القيم نتاعك. ديليت فروم باش نحذف من معطيات من الاسطر، ديليت فروم ارتيكل هذه راح تحذف كل المعلومات. اذا كان يبي تحذف معلومات محدده راح تزيد الشرط وير، اين نيميرو دارتيكل دو، هنا راح نحذف لك فقط وين نيميرو دارتيكل يساوي اثنان. ابديت تعديل، ابديت ارتيكل سيت بري داشا 30000 بعد ما كان مثلا 20000، اند بري دا فونت 35000. وير وين تطبق؟ كل ما نديرو الشرط وير كل لي بري اللي عندنا راح يوليو 30، بري دا فونت 35. هنا وير معناته قيد فقط وين كاين ديزينياسيون داتا شيب، لكن هذا التعديل هذا نقدر نقول ماهوش تعديل مقبول، يعني المفروض دائما وير يكون فيها لي بريمير، لانه داتا شو هنا ممكن هذا داتا شو نوعيه ولا داتا شو نوعيه اخرى، راح كل راح يوليو بنفس البري، لكن باش تكون الداتا راح تستخدم لي بريمير. La sélection qui fait extraire les معلومات ولا استخراج المعلومات، select from where، select from where، اختر ماذا تختار من ما هو الجدول الذي تختار منه او الجداول تختار منها، وما هي الشروط اللي راح يتم على اساسها اختيار. مثلا select read a shop read want from article، اعطيني سعر الشراء وسعر البيع من المنتوجات او لي برودوي، و ديزاين لا ديزينياسيون داتا شو، يعني وين قلت كمل داتا، اعطيني لي بري تاع لي داتا شو اللي عندك، هكذا بالعربي، واعطيني لي بري تاع لي داتا شو اللي عندك. بالاس تي ال سيليكت بري داشا بري دون و ديزينياسيون داتا شو. ايضا سيليكت ومعها شرط اند، ذو الشروط الشرط هذا يكون حق وهذا ايضا يكون حق، هذا نستخدمه اور. هنا الاسئله اللي يسمح لك باش تستخرج معلومات بدقه تامه، لان هناك معلومات نخزنوها، نجمع المعلومات لماذا؟ لانه راح نستخدمها في المستقبل، ما راحش تخزن معلومات اللي مش راح تستخدم، نجمع المعلومات. الإشكال قد يوقع في استخراج المعلومات، نجمع معلومات لازم نديروها ستريكتيري. علاش؟ لو نتخيلوا بلي المعلومات هي هذا المجال تاع المعلومات هذا القاع، لو واحد يدخل ويرمي الأشياء يرمي الأشياء راح يخلص، لو بعد كي يجي يحوس على حاجة ياخذ وقت كبير يحوس عليها منها. دونك شنو لازم يدير؟ لازم يديرها ستريك ثيري، يذوبها، ممكن يقسمها الأسطر كامل ويحتاج، قال هذه نتاع سنة كذا وهذه نتاع كذا وتخص قطاع كذا وهذا كذا، علاش؟ باش من بعد كيجي يختار راح يروح مباشرة المعلومة اللي يطلبها. دونك هنا الأساسيات اللي يسمح لنا باش نستخرجوا المعلومات بدقة كبيرة، وهذا ممكن ما تجدوش في الإحصاء، أعطيك فيه شيء في كل شيء، انت تحتاج ممكن دير دراسة فقط على خصائص محددة. دونك هنا راح تستخدم هذا نقدر نقول فيه تراجع، قال سيليكت فروم وير هافين كاونت، كلها أدوات اللي ضمن لغة الأسكية اللي تسمح لنا باستخراج المعلومات بدقة. هنا
بعض المقابله بين الاكسبرسيون في الالجيبر في الالجيبريك والاسكيال البروجيكسيون بي ا ار ا نقولوا سيليكت ا فروم ا ا يعني اختار لاتريبي ا من لا رولاسيون ا ا سيليكسيون هنا عندي كونديسيون سيليكت ايطوال ايطوال تعني كل لي زاتريبي فروم ا ا و كونديسيون يعني وين عندي شرط محدد برودوي كارتيزيان ار ا يعني هنا اجوانتير سيليكت فروم ار ا ار 2 سيليكت فروم سيليكت فروم ار ا ار 2 يعني كل اللي راح يخرجوا نفس الطريقه البرودوي كارتيزيان الاجوانتير ايطوال ار ا ار 3 سيليكت فروم ار ا ار 3 و ار 1 ا ايجال ار 3 ا هذه كي جوانتير ليليوم ليليوم الانترسيكسيون ديفيرونس ديفيزيون يعني هنا كيفاش نصيغهم على شكل دي روكات اسكي دونك نمروا لبعض الامثله هنا اللي كاينه في الـ في الـ في الـ اس جي بي دي اللي عندنا ما بقاش وقت بزاف اذا عندكم اسئله تقدروا تفضلوا سي بيان سير يعني قلت ماهوش يعني بالبساطه انا حاولت امد يعني نظره عامه ممكن اللي تعود عنده الرغبه انه يقدر يقتحم هذا المجال يلقى كما نقولوا خريطه يعني واش قادر يوجد في هذا المجال في انتظار لكش ما عندكم اسئله نروح نشوفوا امثله مثلا في في الاكسس اكيد هو باش الاس جي بي دي ما راحش كما قلت في البدايه ما راحش يعطينا دي زابليكاسيون ما عطيناش دي بروغرام ما عطيناش دي لوجيسيال تطبيقات وانما يسمح لنا باش نصمو قاعده معطيات ونجسدوها وهذيك القاعده المعطيات كيفاش راح نكسيدو لها قلت اما عن طريق الواجهه اللي قدمها الاس جي بي دي او عن طريق التطبيقات راح يستخدموا لغات البرمجه باش نشأوا وبالتالي كل لغات البرمجة تسمح لنا بإنشاء برامج وتطبيقات اللي تعمل على قواعد المعطيات كل لغات البرمجة تسمح لنا بإنشاء قواعد تطبيقات اللي تعمل على قواعد المعطيات بما فيها بايثون سيستم دو جيستيون دو باس دوني هي اللغات يعني برمجه متعدده وكثيره جدا والعديد من الاشياء الموجوده تغير خاصه مع الدكاتره الاصطناعي وغيرها هو كاين هو على حسب الاستخدام بالنسبه للقواعد المعطيات استخدامها هي لتسيير المعلومات اللي في طور الحركه اللي راهي ديناميكيه اون انتيراكسيون يعني عندك معلومات كل يوم معلومات تدخل وبناء على المعلومات الداخله دير معالجه وتعاود تدخل معلومات دونك هنا لما تكون معلومات في حركيه مثلا نفترضوا عندنا مؤسسه في العام اللي راهو جاري مبيعات نتاعها ومشترياتها تحتاج الاس جي بي دي
بعد ما تدخل في الارشيف يدخلوا التكنولوجيات مختلفه، مثلا كيما الداتا وير هاوسين باش يجيريو الكميل تاع لي دوني عبر السنوات، ما راحش يبقاو يستخدموا لي سيستم دو جيستيون دو باز دوني رولاسيونيل، انما يدخلوا مفاهيم اخرى داتا وير هاوسين اللي تسمح بارشفه هذه المعلومات وتوجيهها للاستخدام التحليل او الاحصائيات. دونك في مجال تخزين المعلومات اللي راه في حركيه كاين لي اس جي بي دي، والاس جي بي دي راهم في تنافس في تطوير مستمر. فقط احنا مدينا مقدمه خفيفه يعني على الوظائف اللي يقوم بها الاس جي بي. والنو اس كي ال داتابيزس او ما يسمى الكي فاليو داتابيز هي عباره عن منافس للسيستم دو باز دوني دو جيستيون دو باز دوني رولاسيونال، انه هما يلعبوا على ميزه البيرفورمانس الاداء. دونك نشوف هنا المثال هذا، هذو دي زونتيتي اي دو رولاسيون. عندي ديبارتمون او نبدا فاكولتي كود فاكولتي لو نون دو فاكولتي كليه اسمها ورمزها، رمز تاعها هو عباره عن مفتاح وبالتالي لا يسمح بالقيام المعدومه ولا يسمح بالتكرار. لا فاكولتي فيها العديد من لي ديبارتمون، بينما ديبارتمون واحده تنتمي الى فاكولتي واحده. سبيسياليتي تنتمي الى ديبارتمون واحده، بينما ديبارتمون نلقى فيها العديد من التخصصات، في نفس الوقت التخصص ينتمي الى فرع او برونش وحيد، والفرع بدوره ينتمي الى مجال وحيد، وهكذا المستوى ينتمي الى تخصص واحد والتخصص فيه العديد من المستويات، مثلا اولى ماستر ثانيه ماستر الى اخره. هنا لا باز دوني تاعي اسوكيب بمتابعه ديليبراسيون، لا سويفي دي ديليبراسيون. هذا في الاكسس كيفاش يسمح لي بانشاء لي طابل او الجداول والعلاقات اللي بين هذا الجداول. شوف مثلا برونش كود برونش كوميرس ايكونومي، شعبة العلوم التجارية وشعبة العلوم الاقتصادية. هنا الدومين اللي ينتمي لي هذا الشعب، لانه هذا الجدول هذا مش فقط راح يبقى في لي في الفاكولتي نتاع الايكونومي، قادر يروح لجهة المات، يروح التكنولوجيا، وبالتالي كل شعبة محتاجين نحدوا الدومين تاعها، المجال ولا الميدان تاعنا. دونك تلاحظ هنا عندها ميدان واحد. سلامة. هنا في الاكسس عندي فيو داتا شيت، وعندي ديزاين فيو يعني التصميم. هنا كيجي تصمم قاعدة المعطيات. الملاحظ هنا في الاكسس، السلام عليكم. وعليكم السلام. الملاحظ في الاكسس هو انه مش بالضروري تستخدم اسكيا، يعني الواجهه نتاعو فقط تسمح لك بانشاء قاعده المعطيات من خلال الواجهه فقط، يعني الاسكيا هو اللي يترجم الاسكيا بدل عنك انت، لكن ما راحش تكون عندك حرية كبيرة، راح تكون عندك فليكسيبيليتي كبيرة، مرونة في الأشياء اللي تقوم بها. سي بور سا توجد كثير من الناس يستخدموا الأكسس في تسيير أعمالهم اليومية، لكن مش فقط استخدام الأكسس هو المهم، وإنما الأهم منه هو المفاهيم اللي كنا نتكلم عليها نتاع قواعد المعطيات في كيفية تصميمها. دونك تلاحظ هنا كود، نقدر مباشرة نزيد هنا شون ونزيد نكمل المعلومات نتاعو. هنا شورت تكست لونج نمبر دومين دو دوني اللي قادر
اختاروا. وهنا ممكن تزيد ايضا بعض القيود على هذا الجدول. نروحوا للحالة الثانية وين عندنا، هذا مثال تاع فقط الاكسس، هنا نشوف المختلف الجداول، ومباشرة تقدر تدخل المعطيات، يعني ما تحتاج ايضا الى الى لغة الاسكيال. لكن هنا لازم نقول له فاكولتي فاليد، هنا لانتيغريتي دو ريفيرونس. واش طاح هنا؟ يو كان نوت اد اور تشينج ريكورد بيكوز ريليتد ريكورد از ريكويرد ان تيبل فاكولتي. قال لك هذا التي ار 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 هذه لازم تكون موجوده في لطابل فاكولتي. علاش؟ لانه الديبارتمون راه تريفيرونسي لا فاكولتي، راح يمنعنا هذا اللي قلنا له كونترول ايميديا، ما يسمحش بادخالها. لازم اما دير قيمه موجوده في لا فاكولتي او تعاود تراجع ولا تحذف هذا الاضافه اس او سي جي. هنا زاد لي معلومه ببساطه. لو حبيت نكرر مثلا مات، حبيت نكررها تحت مسمى واحد اخر، نعطيه هنا اسم دوما الفاكولتي صحيح انتري the change you request to add the table were not successful because the word create duplicate values. duplicate values قيم مكررة، احنا قلنا لكلي بريمير على كود ديبارتمون، هذا راكلي بريمير، بينما كون دير تكرار في نون ديبارتمون ما يهموش، هو يهمو يطبق القواعد اللي راك تمد فيها. لو نخليها فارغة ايضا index or primary key cannot contain a nil value، لازم تمد قيمة. دونك هنا ال SGBD راح فقط يطبق ما هو مملى عليه من طرف الادمنستراتور اللي قام بإنشاء قاعدة المعطيات. نشوفوا مثال آخر في الانتربيس، واجهة الانتربيس مثلا هي واجهة هنا داتابيزس يباز دوني اللي كاينين. دونك هنا ما نقدرش ننشا جداول من خلال الواجهه، لازمني اسكيال، لازمني هنا اسكيال. دونك ونكتب كما قلنا كرييت تيبل تيست فيها مثلا ايدنتيفيكاتور نمبر ولا نيميريك، سا ديبون، فيرغيل لو نو فارشا و اذا اعتبرت اي دي برايمري كي راح نكتب له برايمري كي. اي دي ونغلق القوس، نيكزيكيتي اروكات فيها خطا، دونك اكيد نيميريك هنا او نمبر. نيميريك نعاود نيكزيكيتي باش دير ايدنتيفيكاتور لازم ديفينيها نوت نيل، باش تكون برايمري كي لازم ديفينيها نوت نيل. هنا راهو انشا لي جدول هذا
بالأسكية. دونك كوميت كوميت راح توافق على هذا التغيير اللي درته. رول باك رول باك راح تراجع التغيير اللي درته. نقول لك نقول له كوميت. نجي هنا للطابل قائمة للطابل. الطابل سميناها تست تست اه هاي ذكي جدول تاعنا. دونك ميتا داتا لا روكيت اسكيه اللي كريناها كرييت تيبل هذه لا روكيت و داتا لي دوني اللي موجودين فيها الى حد الان مش موجود معطيات. دونك تقدر تزيد معطيات من خلال الواجهه بصح ال دي دي لا ديفينيسيون لازم لك الاسكيه. درك هذا لا باز دوني مثلا هذا لا باز دوني ستوك نقدر ناكسيدي لها من خلال تطبيق. انا عندي هنا مثال تاع تطبيق ستات. هذا التطبيق مطور مثلا بلغه دلفي هو يعمل على قاعدة المعطيات افيشي. دونك هنا استخراج لمجموعة من المعطيات في مؤسسة لبيع منتوجات دي برودوي وبعض المعلومات. مثلا هنا عندي الشهر والريفيرنس نتاع البرودوي واسم هذا البرودوي هي عبارة عن دي بيس دي تاشي. المداخيل خلال هذا الشهر والكمية الموجودة في المخزون وعدد عدد البرودوي اللي بعناه من هذا المنتوج. وهذه المعلومات موجودة في العديد من الجداول فقط قمنا باستخراجها. نقدروا نضيفوا مثلا بعض بري داشا بري دفونت مونتون كاتيجوري بري دفونت مونتون اشا. هذا الاختيار هذا في الحقيقه راح التطبيق راح يصيغه في صيغه اس كي ال ويدير انتيروغاسيون لا باز دوني يعني يستخرج راح يحول التطبيق بدل عني انا كمستخدم راح يحول هذه الخيارات تاعي لما نضغط على هذا الزر مثلا حتى في الترتيب هنا وراح يدير لا روكيت ويستخرج فقط المعلومات المحددة افيشي. دونك تلاحظ هنا رتب لي المعلومات حسب الاشهر و بروجيكسيون بمعنى خرج لي باقي المعلومات المطلوبة. ممكن مثلا ندير فلتر على حسب السنوات فلتر على حسب السنوات فلتر على حسب ممكن شهر محدد او كاتيجوري صنف محدد من هذا لي برودوي. دونك هنا أهمية أنه تقدر تستخدم قواعد المعطيات في الجانب الإحصائي. دونك هذه إحصائيات تاع مبيعات. الخطوة اللي ممكن يتوقف عليها الباحث في مجال الإحصاء أنه يحصل على معلومات تكون جاهزة في على شكل ملف. لكن هذه المعلومات إذا لم تكن جاهزة على شكل ملف فيه ما يحتاجه الإحصائي هنا ممكن هو اللي لازم يقوم بالخطوة الإضافية يعني يعرف باللي كاين قواعد معطيات وكل التطبيقات الموجودة سواء في المؤسسات ولا اللي يشوفوها أونلاين في شركات في شبكة الإنترنت معظمها راها مخزنة ريالمو في قاعدة معطيات. معظمها تكون مخزنة في قاعدة معطيات. دونك هذه من جهة. من جهة أخرى كما الإشكالية اللي طرحها الأستاذ بنغانا مشهور مشكور لأدى لهذا الندوة هو
كيفاش انا نسير معلوماتي اللي راه عندي ونستوكيها في انباز دوني بحيث تكون محميه ونقدر نتحصل ولا ندير لي في المستخرجات اللي نحبها انا في بطريقتي الخاصه. يعني هنا راح يكون من خلال انه تستخدم لي باز دو دوني، مثلا اكسل والاكسس راه مقراب قراب بعضهم، لكن بيناتهم فصل بسيط انه الاكسل يتعامل مع المعطيات على شكل ملفات فقط، ما يصير لكش هذا الراجل دانتيغريتي، بينما الاكسس راح يقدر يقدر يخليك تكونترولي هذه الدوني وتنقح هذه المعطيات. بقات اشاره واحده هي في الاكسل، بالنسبه للاكسل لما تحب تحلل المعطيات راح تجيب معطيات، راح تكون عندك مصادر، من بين المصادر هنا اللي نجدها في ديتا ديتا get external data from access، يعني لو ما كانت أهمية معطيات تخزين المعطيات في SGBD ما راح يوفر لك هذه الخاصية. دونك هنا يسمح لك باش تحصل على معلومات من الأكسس from web، تعطي له رابط from text إذا كان المعلومات نتاعك مثلا في فيشي، from other sources SQL server استنى SGBD. ايضا from data connection wizard، هنا هذا اللوتي هذا يسمح لك باش تكونكتي الدوتر تيب نتاع لي اس جي بي دي. دونك هنا تقدر راح دير امبورطاسيون تاع لي دوني تاعك في الاكسل، وممكن راح تستخدم ولا تستفاد من الوظائف نتاع الاكسل. دونك هذا باختصار ولا بايجاز الشيء اللي قدرنا نقدمه خلال هذا العجالة. إذا كان عندكم أسئلة تقدروا تفضلوا. لي ديمونسيون، كال ديمونسيون ليميتي في ناحيه ال اي في ناحيه لو نومبر دي كولون اللي قادر ديرهم ولو نومبر دي لين. مي حنا كي نتكلموا بطريقه التصميم هذه ما راحش يكون عندنا، انه الخطا انه كل شيء نوضعه في جدول واحد، لكن كتو عندنا ستريكتير بيان ديفيني راح يكون كل اونتيتي راح تكون مستقله في جدولها، وكاين العلاقات هي اللي تربط بين هذ لي اونتيتي. دونك راح يسمح لنا انه تكون عندنا مرونه اكثر في التعامل مع المعطيات. هو نوع كاين نوع من الشبه، مثلا كي تشوف الواجهه نتاع الاس بي اس اس في ادخال المعطيات والتبويب نتاعها كاين نوع من الشبه، لكن في المفاهيم نتاع الانتجريتي هنا الريلاسيونال يمد وظائف يعني اخرى. انا في البدايه اشرت انه كاين العدد من الاس جي بي دي، قلت اشهرهم هو الاوراكل لي باس دو نيفو فوليمينو، راح نستخدمه ممكن الاوراكل والاس كي ال سيرفر، وما راحش نستاليهم في اجهزه عاديه كما هذا، وانما سيدي سيرفر داير التطبيقات اللي راهي موجوده في النت، مختلف الواجهات اللي رانا نتعاملوا ندخلوا فيها معطيات ونستخرجوا منها، في النهايه راه كاين اس جي بي دي من بعد، في النهاية راه كاين اس جي بي دي، وبالتالي كاين إمكانية في التعامل مع كاين أيضا مباحث أخرى اللي ما تطرقش ليها، مثلا الليتيروجينيتي تاع لي دوني ولا لي باز دوني ديستريبي اللي موجودين في الشبكات. دونك مش فقط باز دوني واحدة، قادر يكون عندنا باز دوني ريبارتي جزء منها هنا وجزء منها
دونك هذه اللي يسمح بالبارطاج نتاع تاع لا شارج دو تريتمون. ايضا كاين لي باز دوني اوبجي منظور اخر، كاين امكانيه تخزين اللي فيشي اللي فيشي كما نقولوا بريت كما لي لي فيديو لي لي زيماج. وبالتالي مش فقط المعلومات اللي راها مبوبه اللي رانا شفناها احنا كمثال في كاين لي بروسيدير، كاين لي بروسيدير اسمها الاسكيال، يعطيك امكانيه انه تكري دي بروسيدير نتا ويكون فيهم تراتمو نوع من الانتيليجونس. ممكن تستخدم لي ستريكتير وايل وايف والس وكذا، دونك كوم شغل راك بروغرامي يعني. يعني هذا في الاس جي بي دي في حد ذاته، ولوتر كوش راك توجدها يعني في اللونغاج دو بروغراماسيون. ها اكيد اكيد احنا بالنسبه لينا، احنا بالنسبه لينا الهدف الاساسي نتاع لي باز دوني لي اس جي بي دي هو كيفاش ستوكي دي دوني ستريكتيري يعني، ويكونوا خاليين من الاخطاء يعني، التخزين يكون مبوب وممنهج ويكون خالي من الاخطاء. من بعد راح تستخدم اكيد راح تستخدم ال لدون استعمالات متعددة يعني. صافي اكيد لازم تكون بتراتمو كبير كما نقول باش تعاود. على حسب المجال يعني اللي راك كاذا كان استعمال خاص مثلا المؤسسة عندها معطيات وحب تدير تستخدم كما نقولوا التحليل تاع الداتا ساينس وكذا، هنا راح تقدم هي قاعدة معطياتها كمادة خام ويبقى عليك انت انه تستخرج واش تحتاج منها. كاين ايضا ممكن بعض اذا هزينا مثال نتاع ليروفي سيونتيفيك لاحظ يخرج لك تبويبات منه، يقول لك تختار سنوات، تختار على حسب الباحث، على حسب المجال، على حسب كذا. دونك هذوك لي ريبريك هذوك في النهايه هو راه كما نقولوا من بعد كما قلت انا راح يصيغ روكات اسكيال باش يستخرج لك المعطيات المطلوبه من قاعده المعطيات. دونك هنا ما عطاكش الحريه انه تخدم تاب اسكيال واش تبغي، ولكن عطاك خيارات محدده ممكن تقدر تستخلص منها المعلومات. دونك الاهميه وين تكون كبيره لما يكون قاعده المعطيات تحت التصرف كما نقولوا، يعني تكون انت تقدر تاكسيدي لي دونيز. هو جينيرالمون
الاحصاء راه يبدا عملها بعد الداتا وير هاو داتا وير هاوسين. كاين ما يسمى بالداتا بايبلاين، يعني كانه تمد قنوات اللي تحصل بها المعلومات من مختلف مصادر بما فيها قواعد معطيات، ومن بعد تحطها فيما يسمى داتا وير هاوس، ومن ثم تبدا تستخرج المعلومات الصافيه يعني اللي راح تستخدمها في مجال الاحصاء. هو انا اللي قلت اني نهضر على السوليسيون انفورماتيك، هذه تعتبرها احنا الشيء الغير منظور بالنسبه لكم. يعني كي يقول لك واحد عندي منصه ولا بلاتفورم ولا عندي كما نقولوا مكتبه ولا كذا، ولا في النهايه تكنيكمو تقنيا راح يستخدم لي باز دوني، راح يستخدم لي اس جي بي دي باش يخزن معطيات ويستركتيريها، ما عندوش وسيله اخرى، لانه قادر يستخدم ملفات كما شفنا، ملفات ما عندهاش علاقه ببعضها البعض، وهذه سي بون سي دي باسي. يعني الا كان خرجت انت شويه للبروفيسيونال ولا الحاجه الاحترافيه راح لازم تكون عندك باز دوني. درك المنصه هذيك اللي راح تشوفها انت هي عباره عن الواجهه فقط، هي الواجهه، لكن عملها كل من بعد راح يكون من خلال قواعد معطيات باستخدام لغه الاسكي. مام لي سيت ويب، اي فورميلار تدخل له انت، يعني ما نقولكش اي فورميلار، لكن معظم وين تدخل انت معطيات باش تستخرج معطيات، هنا راك تتعامل مع قاعده معطيات بلا ما تحس. يعني الواجهه وهذه اللي قلنا في النهايه من بين ميزه قاعده المعطيات لانديبوندونس دي دوني اي دي زابليكاسيون. هذاك السيت اللي تشوفيه هذاك راه انترفاس، انت ما يهمكش مستقل، ماك عارف المعطيات والرام ولا مخزنين ولا طريقه تخزين ولا هذه كل التفاصيل ما تهمكش. يعني هو بالنسبة للبيانات، البيانات الضخمة أو البيج ديتا، عادة يقول لك فيهم ثلاث شروط، في في لي 3 في، كاين اللي يقول خمسة، لي 3 في، الفوليوم حجم كبير، الفيلوسيتي رابيديتي دو شونجمون تاعها، وال الفاريابيليتي تنوع مصادرها. وبالتالي قادر تجيب دي فيشي تكست، دي زيماج، دي فيديو صون، وممكن ايضا دي باز دوني هذا في المصادر. يعني عمل البيج داتا راه اشمل شويه، يعني اعلى، والفوليوم تاع لي دوني كبير، والتطور تاع النمو تاع المعطيات متسارع، وهذا يتنافى مع الرولاسيونال بريس كما قلت قبيل. رولاسيونال عاده كل ما يحب دير عملية راح يدير كنترول، هذه نيل ماهيش نيل، هذه كاينة في لاطاب الأخرى ولا ما كانش، وهذه معاودة ولا مش معاودة، وهذه تحقق الضمان ولا ما تحققش. دونك كاين هنا كاين بطء في التراتمو، كاين تروي، وبالتالي راح يدخل غير المعلومة الدقيقة. بينما لا فيلوسيتي هذه اللي راهي خاصية من خصائص البيج داتا، قدر مثلا انت كندير ديكابتور هما راهم قاعدين كل ثانية يبعثوا لك معلومة جديدة، كل ما تقدرش تتعامل معاهم بهذا الكنترول. وبالتالي لاباز دوني تقدر تقول راها هي عباره عن مصدر من بين المصادر اللي ممكن يكون نستخدموه في البيج داتا، على حكم انه البيج داتا عندها معلومات من مصادر مختلفه. دونك ممكن تجمع نصوص خام هكذاك، تجمع دي باج ويب، صور، فيديوهات، سموهم بعد جبدة يجي عمل أدوات نتاع البيج داتا باش تستخلص المعلومات ولا تجاوب على الأسئلة للمطرح. كان في ذلك سؤال
مثلا كل معلومات سواء في البيج داتا ولا داتا بيس كاين معلومات مثلا مثلا الكلام تاع التواصل الاجتماعي وبعض من هذه الاشياء كان داتا بيس كما تكلمت انه نستخدم سيستم مش ديسكية مثلا لماذا نرشف في بعض الأحيان الأشياء غير مهمة يعني مثلا سألنا كيما في الكمبيوتر لما نجد الله الكوبير الفيشيات اللي ما نحتاجوش نعبر منه فيه ولكن في بعض الأحيان نحتاج نعاود نشتريه ونرجعه لكن في بعض الأحيان مثلا كم صحيح هائل من المعلومات اللي نقدر نجيبو في كل لحظة في كل حين وإلى غير ذلك كان كثير منه ما عنده حتى معنى لماذا مثلا نجمعه؟ هو ما عندهش حتى معنى بالنسبة لك أنت ولا بالنسبة ليهم هما؟ هما كاين مش عارف واحد من الناس القدامى يقول يعني هو يتجول في السوق يقول ما أكثر الأشياء التي لا أحتاجها يعني يشتلموا السوق هذا تلقى فيه أشياء كثيرة بس الشيء اللي تقتنيه أنت ممكن يكون دونك راح تسأل تقول على سبب حظه ولكن كيلكو بار راح تلقى باللي معلومة مهمة هذا من جانب آخر المثال اللي مديته نتاع سموه المواقع التواصل الاجتماعي وكذا كاين برمجيات نتاع البروفايلين وهي برمجيات ذكيه وقد ما زدت لها كميه معلومات قد ما تزيد هي في دقتها في العمل نتاعها الانتيليجنس ارتيفيسيال مثلا من خلال لي كومونتير اللي راك دير فيهم وكذا منها راح يبنيو عليك بروفايل بحيث تعود عندك شخصيه يقدموا لك الشيء اللي تهتم به انت واللي راه دونك هنا قد ما تراكمت المعلومات قد ما تكون هي ديزونتري كما نقولوا بينيفيك بور هذا لي بروغرام انتيليجون وهذه الهدف نتاع البيك داتا اعطيك زوج امثله نتاع البيك داتا من خلال لي ريشيرش اللي قاموا به المستخدمين في في في, في امريكا قدروا يعرفوا باللي كاين مثلا كما نقولوا مرض نتاع الانفلونزا ولا الموسميه باللي دخلت قبل الهيئات الرسميه ممكن الهيئات الرسميه بعد ما تطلع لي رابور نتاعها ممكن حتى شهر باش يديكلاريو بلي رانا دخلنا في الـ في الـ في الانفلونزا الموسميه بينما في لي ريشيرش ممكن في غضون ايام قليله برك راح لي سيستم انتيليجون يعرفوا باللي الناس ماجوريتي راها مرضت وبدا يبحثوا على الادويه وبحثوا على الطبيب في مجال كذا وكذا دونك مهما كانت المعلومات هذه صغيرة ولكن البرامج الذكية هذه هي وسيلة عملها أيضا بالأمثلة نتاع البيك ديتا قاموا بتصوير قاعة منزل لمدة 3 سنوات وعلى جال واش باش يراقبوا بيبي في المرحلة اللي راه ينمو كما نقول هم يصوروا الفيديو هذوك من بعد وصوروا أيضا الصوت من خلال الفيديو ومن خلال الصوت لقاو باللي الالفاظ اللي يسمعها طفل في اماكن متعدده هي اللي ترسخ في الذهن تاعو هي الاولى واللي ينطق بها هي الاولى يعني كلمه كيسمعها هنا ويسمعها ليه ويسمع قد ما تنوعت اماكن اللي يسمع فيها قد ما راح ترسخ في ذهنه وراح ينطق بها هي الاولى ايضا بالنسبه لا كومبينيزون يعني كاين امثله عديده الصور اللي صوروها الناس هذه يبعثوها في مكان محدد على حسب البيئة وتحليل الصورة ويضموا لها معلومات أخرى أيضا راح يقدروا تعطيهم كما نقولوا مؤشرات كبيرة وبالتالي وفرت البيانات ما هوش أنكم في نوع إنما هو وسيلة ضرورية لعمل البرامج نتاع الذكاء الاصطناعي صح التعبير خاصة في البيك ديت عفو دونك مشكورين على الحضور نتاعكم وبارك الله فيكم اللي اعطيتونا هذه الفرصه وفرصه اخرى ان شاء الله تفضل استاذ مثلا من مثلا
تعالى مواصلة هذا الدرس في مواضيع إن شاء الله حديثة، ويعني أختم هذه الفرصة ونلتقي في إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. جميع الحضور.